السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل امتحان محافظة البحيرة، تيست نمبر 9. نبدأ بسم الله. عندي listen and circle. استمع لمعلمك وضع دائرة. السؤال الأول طبعا من خلال نص الاستماع: How did he play the piano؟ كيف هو عزف على البيانو؟ فقال له he played the piano quickly. طبعا الإجابة اللي سمعتها عندي سؤال نمبر 2. كده عندي سؤال نمبر 2. السؤال بيقول لي عندي where did you go، يعني اين ذهبت؟ فقال له او اين ذهبتم؟ فقال له we went to the zoo. يبقى الاجابه اللي سمعتها عندي we went to the zoo في 2 يبقى A. سؤال نمبر 3 بيقول عندي السؤال how did they go there yesterday، كيف طبعا هم ذهبوا هناك، يعني ازاي هم ذهبوا هناك او كيف ذهبوا هناك. how did they go there yesterday؟ they went there by bus. how did they go there؟ How did they go there yesterday؟ طبعا ده السؤال اللي سمعته في B. سؤال نمبر 4، السؤال بيقول عندي What are you doing؟ What are you doing؟ I am reading a newspaper. أنا طبعا بقرأ طبعا جريدة. يبقى السؤال اللي سمعته عندي في A، A نمبر 4. بعد كده listen and complete. سمع وأكمل. بيقول لي منى والتورست السائح: Could I ask you some could I ask you a few questions؟ هل يمكنني أن أسألك القليل من الأسئلة؟ يبقى هنا كود تورست الساحل. شور جو أهيد، يبقى هنا جو نمبر 2. منى قالت له ديد يو فيزيت لوكسور، هل أنت زرت لوكسور؟ فالساحل لها يس لاست ويك، يعني الأسبوع الماضي. هنا لاست. منى قالت له إيه هاو لونج وير يو ذير، يعني كم المدة اللي أنت كنت فيها هناك؟ يبقى هنا وير. فالتورست الله أي واز ذير فور 3 دايز، أنا كنت هناك لمدة إيه؟ ثلاثة إيه؟ أيام. أكيد عندي choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول بيقول لي I am space. طب I am getting ready، على طول أنا مستعد للحفل الموسيقي. سؤال نمبر 2، he played the tuba. فعل فعل المفعول بيحتاج الحالي يبقى well، يبقى هو عزف على التوبا طبعا بشكل كويس أو جيد. أكيد عندي page 262، 200 طبعا 262. بيقول لي what's your name and address، ما هو اسمك وعنوانك يبقى address. سؤال نمبر 4، what were you doing when your father، طبعا محتاج التصريف الثاني، كلام في الماضي. انا عندي when بعد منها ماضي بسيط، ادي الفاعل محتاج التصريف الثاني، محتاج التصريف الثاني وران باي، يعني جرى بجوار. ماذا كنت تفعل لما طبعا your father جرى بجوار، اخوك جرى ايه من جنب منك او من ايه. بعد كده سؤال نمبر 5، how many black bears، كم عدد الدببة السوداء، are alive today، على قيد الحياة، بكلمة ايه alive today اللي هي على قيد الحياة. سؤال نمبر 6، when did she spit there، أداة استفهام فعل مساعد، فاعل محتاج الفعل في المصدر اللي هو عندي go، يعني أين هي طبعا ذهبت هناك أو متى ذهبت هناك، عذرا. نمبر 7، علي is blowing is طبعا the space، يعني علي بينفخ فيه blowing the flute، يعني علي بينفخ في الايه المزمار. electric keyboard الأورج الكهربائي، cello اللي هي آلة التشيلو، violin اللي هي آلة الكمان. is blowing the flute. سؤال نمبر 8، when I speak little I could blow a bubble، أنا كنت طبعا أو استطعت أن أنفخ فقاعة. يبقى when I اللي I بتاخد was، أنا كنت طبعا كلام في الماضي يبقى was. circle the odd word and replace with the correct one، ضع دائرة حول الكلمة المختلفة واستبدلها بواحدة صحيحة. السؤال الأول بيقول لي عندي طبعا ديت فعلة سو رأى رود كتب، أفعال كلها غير منتظمة، يبقى محتاج طبعا الكلمة المختلفة عندي مين جونج منها وانت في الماضي. سينجر مغني، فاستر اسرع، وعندي شورتر اقصر، وهنا بيجر، كل دول طبعا صيغات مقارنة، لكن سينجر طبعا مغني ده اسم، يبقى محتاج تولر، او عندي مثلا عندي ازير، كل ده محتاج طبعا صيغة ايه مقارنة فيها اي ار، تولر بيجر. عندي هنا نمبر 3، بادلي بشكل سيء، كوايتلي بهدوء، سلو بطيء، طبعا دي صفه، وهنا نجيب منها الحال على طول سلولي، كل دول احوال لكن دي صفه يبقى سلولي. سؤال نمبر 4، elephant فيل دير غزال، باندا كل دول انيمالز حيوانات، كلمه مختلفه بوك نجيب مكانها كنجرو حيوان الكونغور. نمبر 5، نايت ليلا، مورنينج صباحا، افترنون ظهيره، كولد طبعا بارد، كل دول فترات اليوم، ايفنينج المساء. بعد كده طبعا هنجاوب على طول الفيديو. السؤال الاول شو ذا كريكت انسر فروم اي بي سي اور دي، بيقول لي مام اند داد، بابا وماما كانوا طبعا في السينما. نمبر 2، عادلز سيستر اخت عادل كانت طبعا ايه هانجري، كانت جائعه. السؤال نمبر 3، انسر ذا فولوينج كويستشن، السؤال الاول بيقول لي وين كود عادل
do his homework. متى طبعا تمكن عادل من انجاز او واجبه المنزلي؟ يبقى طبعا من خلال نص الاستماع. هو طبعا last night ممكن نقول نبدأ نكمل. هو هنا بيقول last night I was at home alone. كنت بمفردي. My parents weren't home. ما كانوش في المنزل. They went to the cinema. راحوا للسينما. I am looking after my little sister. أختي. أنا بعتني طبعا بأختي الصغيرة. She was angry hungry. كانت جعانة. When I fed her. عندما طعمتها. يبقى هنا when طبعا إيه؟ when she slept. عندما نامت. يبقى هو تمكن من عمل الواجب بتاعه بعد هي ما نامت. يبقى إيه؟ when she slept. عندما نامت. سؤال نمبر 4. What grade is عادل in؟ ما في أي صف عادل يكون؟ طبعا عادل في الجريد 6. يبقى هنا in grade 6 في الصف السادس. in grade 6 في الصف الأول أهو عندي في السطر الأول. in grade 6 في الصف السادس. بعد كده عندي page 263. my favorite animal. حيوانك المفضل. يبقى هنا my favorite animal is the panda. بتكون الباندا. giant pandas live in China. بتعيش في الصين. they are endangered. كمان معرضة للانقراض. they eat bamboo. بياكلوا البامبو خشب الخيزران. giant pandas الباندا العملاقة. walk on all four legs. بتمشي على أربع رجول. they can climb trees. كمان يمكنها أن يتسلق الأشجار. they can swim. يمكنها السباحة. I like animals very much. بحب الحيوانات جدا. يبقى again تاني مرة ثانية. my favorite animal is the panda. يعني طبعا حيوان المفضل الباندا. giant panda pandas live in China. طبعا الباندا العملاقة بتعيش في الصين. they are endangered. معرضة للانقراض. they eat bamboo. تأكل الخشب القيظران. giant pandas walk on all four legs. تمشي على أربع رجول. they can climb. يمكن التسلق trees الأشجار. they can swim. يمكن السباحة. I like animals very much. بحب الحيوانات جدا. Rearrange عند هنا where are your parents؟ يعني أين والديك؟ سؤال نمبر 2. منى don't give up. يعني منى لا تستسلم.